السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفصل السادس من مادة الأنالوج إلكترونيكس لطلبة المرحلة الثالثة في قسم هندسة الحاسبات. هذا الشابتر هو الفولتج أند كارنت ريجوليترز. كلمة ريجوليترز بمعنى منظمات. عندنا منظمات فولتية وعندنا منظمات تيار. منظمات الفولتية طبعا هم بها أنواع، منظمات التيار بها أنواع، أكيد راح يعني نتطرق لأبرز الأنواع لمنظمات لهذه المنظمات، منظمات الفولتية. طبعا أكو تو كاتيجوريز لهذه المنظمات. خلينا نبدي هسه الآن بمنظمات الفولتية، الفولتج ريجوليشن. عندنا نوعين من منظمات الفولتية، هي اللاين ريجوليشن، يعني ممكن تنظم لك فولتيات اللاين، فولتيات الخط، الخطوط الرئيسية. وعندك منظمات تنظم لك الفولتية إذا صار أكو تغيرات بالأحمال، باللود. لأن إحنا مرة يصير عندي تغير، هو وين المشكلة؟ المشكلة إنه إحنا بعض الأحيان بسبب تغير فولتيات اللاين، فولتيات الإدخال، ففولتية الإخراج أيضا تصبح variable، تصبح متغيرة طبقا لتغير بفولتية الإدخال. هسه فولتية الإدخال هي ليش تتغير؟ لأسباب مختلفة، كهرباء تصعد، كهرباء تنزل، فولتية تصعد، فولتية تنزل، الموجود يعني أسباب كثيرة ممكن تؤدي إلى أن الفولتية VN تتغير. هذا التغير أكيد بشكل عام راح يرافق تغير بفولتية الإخراج، وهذا الشيء اللي إحنا ما نريده. تجي المنظمات، منظمات الفولتية ما راح تسمح بتغير فولتية الإخراج حتى وإن تغيرت فولتية الإدخال. هذا إذا تكلمنا عن اللاين ريجوليترز. اما اللود ريجوليترز لا، بعض الاحيان ما تتغير فولتيات الادخال، تتغير الاحمال. فنتيجه لتغير الاحمال، طبعا من اقول تغير الاحمال يعني مقاومات الاحمال او تيارات الاحمال، ايضا راح يؤدي الى تغير بفولتيات الاخراج، وايضا هذا الشيء في الغالب غير مرغوب. فنحتاج الى الريجوليترز حتى اذا تغيرت الاحمال، تيارات الاحمال تبقى الفولتيه ثابته. اذا بشكل عام فولتيات او الهدف الاساسي من اللاين ريجوليشن، ما هو البيربوس؟ مينتين، تحافظ على كونستانت اوتبوت فولتج حتى اذا الانبوت فولتج فاريز. اذا حتى اذا تغير عندي فولتيه الادخال او تغير عندي يعني تيارات الاحمال، ففولتيه الاخراج تبقى ثابته، تبقى كونستانت، طبعا ضمن حدود معينه من التغير لفولتيات الادخال. يعني مو فولتية الإدخال تتغير من الصفر للما لا نهاية والفي أوت تبقى ثابتة، لا، ماكو هيك شيء، ماكو هيك سيركت بالواقع. لا، إذا تغيرت فولتية الإدخال ضمن رينج محدد، ضمن ليميتس وحدود معينة، فولتية الإخراج تبقى ثابتة ضمن هذه الحدود. أما إذا زاد عن هذه الحدود لا، اعتيادي فولتية الإخراج أيضا تتغير. زين، هذا بالنسبة إلى اللاين ريجوليشن. ماذا عن اللود ريجوليشن؟ نفس الكلام، اريد انه الاوتبوت فولتج تبقى كونستانت حتى اذا صار عندي تغير بالاحمال. طبعا نقول تغير بالاحمال، اما تغير بمقاومات الاحمال او بتيارات الاحمال، وهو الواقع الحقيقي يعني يقول هو تغير يعني تيارات الاحمال، على اعتبار الاحمال لما تصنع تاخذ قيمه المقاومه مالتها، بعد هذه قيمه المقاومه تصبح صفه متاصله، صفه اصيله في بنيه الحمل. يعني مثلا اذا كان الحمل عندي مصباح، فهذا المصباح لما تكون عنده مقاومه معينه مثلا على سبيل المثال 20 اوم، بعد ما ممكن تتغير ال 20 اوم، هذا خلاص مجرد ان صنعته بهذه الابعاد، بهذه المواصفات، بهذه الكيفيه، فراح ياخذ مقاومه معينه، فاللي يتغير هو تيار الحمل، يعني في الغالب ما يتغير مقاومه الحمل. فمن نقول تغيرات بالاحمال ممكن يكون تغيرات بمقاومات الاحمال، ولكن الاصح او الاكثر يعني بالحقيقه مواجهه بالواقع هو تغير تيارات الاحمال. ما هي الابلكيشنز؟ دائما احنا يعني خلينا نسال نفسنا هذا السؤال دائما، يعني اطلب منكم انه دائما من تاخذ موضوع معين، فصل معين، اسال نفسك وين تطبيقاته، حتى اذا انا انسى اذكر انت ابحث عن ان هذا الموضوع وين تطبيقاته، تطبيقات الفولتج ريجوليترز والكرنت ريجوليترز وين تطبيقاتها؟ تطبيقاتها كثيره، تكاد تكون في اغلب، اذا مو في كل، في اغلب الدوائر والمنظومات اللي تحتاج بها الى دي سي، ويا مكثرها، يا منظومة أنت ما تحتاج بها إلى دي سي باور سبلايز، إلى دي سي فولتجز، إلى دي سي بايز، أوكي، تحييز، يا ترانسستر يشتغل بدون بايز، يا أي سي من الأي سيات بالكرة الأرضية كلها ما يشتغل ببايز، يا سيركت ما تحتاج إلى دي سي، في التلفزيونات لا شك ولا ريب، كل التلفزيونات القديمة والحديثة أنت تحتاج إلى الريجوليترز،
في الموبايلات 100% تحتاج إلى الريجوليترز. الشاحنة ما في الموبايل، هذه الشاحنة البسيطة ما في الموبايل تحتاج بها إلى الفولتج ريجوليترز. إذا كل المنظومات الإلكترونية المنزلية والصناعية ما دام تحتاج بها أنت إلى دي سي فولتج، إلى دي سي باور سبلاي، تحتاج بها إلى بايز، إذا أنت أكيد تحتاج بها إلى ريجوليشن مثل ما راح نشوف بعدين. إذا تطبيقاتها تكاد تكون إذا مو في كل في أغلب المنظومات الإلكترونية الموجودة. اللاين ريجوليشن، إحنا بشكل عام وين المشكلة تصير؟ المشكلة أنا عندي أي سي أمبوت، الأي سي يعني هاي الكهرباء العادية الموجودة عندنا بالبيت، هذه كهرباء أي سي في الغالب هي يقولون عليها 220 فولت أي سي أو 230 فولت أي سي أو يقولون عليها 240 فولت أي سي، هي نفسها بس مرات تتغير من مكان إلى مكان أو من دولة إلى دولة. في الدول الأوروبية 110 يشتغلون بال 110 فولت أي سي وليس بال 220 فولت أي سي، فكلها هي تعتبر إدخالات يسمونها لاين فولتج اللي إحنا متعاملين وياها بالبيوت. إحنا عادة يعني أنا هسا من أجي أشحن الموبايل أكيد أنا من راح أربط الشاحنة راح أربطها على الكهرباء الاعتيادية، يعني راح أربطها على الأي سي فولتج ال 220 الموجودة عندي بالبيت. لكن هو فعليا الموبايل هو ينشحن بالأي سي لو ينشحن على الدي سي؟ أكيد ينشحن على الدي سي. إذا معناها أكو عملية تحويل وعملية ريجوليشن داخل هذه الشارجر، داخل هذه الشاحنة مات الموبايل الموجودة، وهذا ينطبق على أي شاحنة حتى شاحنة اللابتوب وأي شاحنة للأجهزة الإلكترونية. زين، فإذا عندي مشكلة تصير بهذا الأمبوت، بهذا الأي سي أمبوت، هذا الإدخال كهرباء صعدت كهرباء نزلت، فمعناها هذا الأي سي لاين فولتج أكيد راح يصير بها عمليات تغير. نتيجة لعمليات التغير أكيد راح يستتبعها، إذا ما مستخدم فولتج ريجوليترز راح يستتبعها تغير بفولتيات الإخراج. يعني من نقول إحنا هذه الشاحنة تشحن أو تعطي 5 فولت دي سي، بعد ما أقدر أقول 5 فولت دي سي، ما دام الفي إن تتغير معناها يجوز حتى 5 فولت دي سي تصعد وتنزل، وهذا شيء ما نريده، لأنه عادة يعني الأجهزة والبطاريات حتى تنشحن تحتاج إلى فولتيات ريجوليتد، يعني فولتيات ثابتة. فمن يحقق هذا الثبات؟ الريجوليشن او الفولتج ريجوليترز. اذا نحتاج الى الكترونيك سيركت تسمى ريجوليتر، وظيفتها تعطي كونستانت اوتبوت فولتج مع انه الاي سي فولتج يتغير. هذا هو الشكل العام، يعني انا عندي هذا فولتج ريجوليتر راح ادخل له فولتيه في ان، اطلع من عنده فولتيه في اوت. هسه هالفولتيه في ان تجي من اي مصدر، تجي من اي ركتفاير، تجي من عموما اي مصدر، ممكن يكون طبعا اي سي، ممكن يكون دي سي بشكل عام، هو طبعا الريجوليتر بشكل عام يدخل له دي سي. زين ماذا لو كان عندي اي سي تحتاج الى تحويلات؟ عموما هذا الفولتج ريجوليتر. حتى اذا سلو لاحظ ان الفي ان ديكريز اور انكريز، ممكن جاي يصير بها زياده او يصير بها نقصان، مع انه اكو زياده او نقصان بالفي ان، الفي اوت نو سيجنيفيكانت تشينج ان اوتبوت فولتج تبقى ثابته، سواء كان هنا اكو زياده او نقصان، يفترض طبعا ضمن ليميتس معينه، ارجع واكد هي ضمن certain limits، وهذه نقطه جدا مهمه، within certain limits، يعني العمليه مو مفتوحه الى ما لا نهايه. اللاين ريجوليشن كان بي ديفايند از، اذا بدي اعرف اللاين ريجوليشن هو البرسنتج، النسبه المئويه للتغير في الاوتبوت فور يعني نسبه الى التغير بالانبوت. اذا اللاين ريجوليشن هو الدلتا في اوت، ومجرد ان اشوف دلتا معناها شنو؟ معناها تغير، اعرف انه هنا تشينج تغير. اذا التغير بالفي اوت نتيجه للتغير بالفي ان، اضربهم في 100 تطلع عندي النسبه المئويه لللاين ريجوليشن مثل ما راح نشوف يعني بعدين بالامثله. ممكن نحسبها بطريقه ثانيه قريبه من هذه الطريقه، ممكن اعبر عنها بالنسبه المئويه تقسيم يعني على خط كسر، هذا خط كسر، اذا بيرسنت بير فولت، يعني للفولت الواحد ايش قد اكو نسبة مئوية للتغير. فمثلا على سبيل المثال يقول اذا كان عندي مثلا تغير بنسبة 0.05% لكل فولت، هذا معناه انه اكو تغيير بنسبة 0.05% للفولت الواحد، يعني ل 1 فولت. طبعا اذا كان عندك 2 فولت فربما هذا يزيد، اذا كان عندك 3 فولت هذا يزيد وهكذا. اذا اللاين ريجوليشن ممكن اعبر عنه بهذه المعادلة، وممكن أعبر عنه بهذه المعادلة، متشابهات أعبر عنه بهذه الصيغة أو بهذه الصيغة تعطي نفس النتيجة، دلتا في أوت على في أوت
ليش دلتا في اوت على في اوت؟ حتى طلع هاي هذا البيرسنت تقسيم الدلتا في ان حتى يكون بمن؟ حتى يكون بالفولت. الكل مضروبه في 100، ليش اضربها في 100؟ حتى اطلع نسبه مئويه. دائما الشيء اللي تريد تطلع له نسبه مئويه ضربه في 100. اذا نشوف لنا فد مثال بسيط يوضح لنا هذه الفكره. يقول افترض عندك اي سي انبوت فولتج لباور سبلاي معين تتغير، الانبوت فولتج راح يقل بمقدار 5 فولت. افترض ان الانبوت فولتج يتغير نحو النقصان بمقدار 5 فولت. اوكي، طبعا هنا شوي اكو شغله مستبقين الاحداث بها. هو يقول التغير بالاي سي انبوت، بينما هنا زين حكي عن 5 فولت ديكريزنج. زين شنو علاقه هذا بهذا؟ على اعتبار احنا الاي سي انبوت ما نسلطه مباشره على الفولتج ريجوليتر، لازم نوديه المحوله تنزله من اي سي عالي الفولتيه الى اي سي اقل مثل ما راح نشوف بعدين، وبعدين تدخله على ركتيفاير حتى يقومه. المهم ادخال الريجوليتر بعدين يكون بصافي دي سي. يقول هذا الدي سي نتيجه تغير بالاي سي انبوت نزل بمقدار 5 فولت. الاوتبوت فولتج اللي في اخراج الريجوليتر تغيرت بمقدار 0.25 فولت. المفروض النومينال اوتبوت يعني القيمه المتوسطه للاخراج تبقى ثابته على 15 فولت يفترض. اذا ما هو اللاين ريجوليشن؟ اذا انا ابحث عن فولتيه يفترض ان تكون ثابته على 15 فولت، ولكن نتيجه لتغيرات بالانبوت ادت الى تغير بمقدار 0.25. فشلون احسب اللاين ريجوليشن؟ ببساطه ايش قد عندي تغير بالاوت؟ 0.25 على النومينال فاليو اللي هو الفي اوت الاعتيادي اللي انا ابحث عنه هو 15. اذا 0.25 تقسيم 15. زين على التغير بالفي ان ايش قد تغير في ان؟ يقول تغير بمقدار 5 فولت. اذا الدلتا في ان 5 فولت، قسم ذولا واضربهم في 100 راح تشوف الناتج يطلع عندك تقريبا اللاين ريجوليشن في حدود ال 0.3 هيتش تنقري 0.333% هيتش تنقري 0.3% بير فولت. يعني للفولت الواحد هناك تغير بنسبه 0.3% او 0.33% هيتش تنقري بهالطريقه. اوكي، هذا طريقه حساب اللاين ريجوليشن. خل اشوف اللود ريجوليشن ما هو وشلون ينحسب. اللود ريجوليشن هنا يصير عندي تغير بالاخراج، ولكن مو نتيجه لتغير بفولتيه الادخال، وانما نتيجه لتغير بمن؟ باللود ريزيستنس اللي تؤدي الى تغير بمن؟ تغير باللود كيرنت. فيصير عندي تغير بالاخراج بالاوتبوت فولتج نتيجه لتغير بمقاومه الحمل قلنا، او تيار الحمل. هسه لسبب لاخر مقاومه الحمل تتغير تؤدي الى تغير بتيار الحمل. مثال على ذلك او ممكن نمثله بهذه الطريقه، هذا هو الحمل. نعتبر ان المقاومه جاءت تتغير هسه لسبب لاخر، جاءت تتغير مقاومه الحمل. فهنا هذا الاميتر جاي يقرا تيار الحمل، وهذا جاي يقرا فولتيه الحمل. انا الفولتيه شنو اريدها؟ اريدها ثابته حتى وان تيار الحمل يتغير. فاذا صار عندي تغير بتيار الحمل سواء كان انكريز زاد او ديكريز قل، المفروض نو تشينج بالنسبه لل في اوت. هذا دور الفولتج ريجوليتر يسوي لنا هذا الشيء. اذا اللود ريجوليشن شلون تقدر او شلون يقدر الفولتج ريجوليتر يحافظ على فولتيه اخراج ثابته مع ان تيار الحمل، الحمل بشكل عام نقول يتغير زين بالزياده او بالنقصان، وارجع واثبت ضمن within certain limits. يعني التغييرات اذا كانت ضمن حدود معينه بالاي لود الفي اوت تبقى ثابته. ايضا طريقه ايجاد القيم مالتها شلون اقدر اوجد اللود ريجوليشن؟ اكو ايضا اكثر من طريقه واكثر من صيغه للتعبير. واحده منها اذا اخذت النسبه في نو لود، يعني تاخذ الدائره في حاله نو لود مرفوع الحمل ناقص الفي فول لود جايب الحمل بحيث الحمل ساحب اقصى تيار اقصى حمل، اذا في فول لود يقولون عليه تقسيم في فول لود ايضا في 100% يطلع عندك اللاين ريجوليشن. ونفس الكلام ممكن تعبر عنها بنفس الصيغه شلون عبرنا عن بيرسنت لكل فولت، هنا بيرسنت لكل امبير او لكل ملي امبير، ممكن تعبر عنها بهذه الصيغه او بهذه الصيغه. مثال A certain voltage regulator has 12 فولت اوتبوت. هذه الفولتيه النومينال مالته في طبعا 12 فولت اوتبوت هذه الدائره او هذا الريجوليتر في حاله النو لود. نو لود حمل مرفوع يعني تيار الحمل يساوي صفر. من اجينا ربطنا فول لود ربطنا الحمل باكمله سحب اقصى تيار 10 ملي امبير. مجرد ان ربطنا الحمل
هنا الفولتية مالت الإخراج نزلت من 12 فولت إلى 11.9 فولت. ما هو الفولتج ريجوليشن؟ أوكي، كنسبة مئوية، كنسبة مئوية. وأيضا نريدك بيرسنت تشينج لكل ملي أمبير تشينج إن لود كارنت. الفي نو لود في حالة اللا حمل 12 فولت، من اجى الفول لود صارت 11.9 فولت. فطبق القانون مال اللود ريجوليشن، في نو لود ناقص في فول لود على في فول لود، راح يطلع عندك هذا الناتج. هذا الناتج هو اللود ريجوليشن بشكل عام، يعني كبرسنتج لود ريجوليشن از ا برسنتج تشينج من النو لود الى الفول لود يقولون عليه. اما اذا اريد اطلعه يعني بالدلاله الملي امبير، يعني ايش قد نسبه المئويه للتغير بير ملي امبير، فلازم اقسم هذا الرقم تقسيم العشرة ملي امبير اللي هو الفول لود كارنت حسب المعادلة. شو معادلة الفولتية مساع؟ الآن معادلة التيار اللي هو اللود ريجوليشن معبر عنه بنسبة مئوية للتغير نسبة لكل ملي امبير، فاخذ البوينت 8.4 اقسمها على العشرة ملي امبير اللي هو الفول لود كارنت، يطلع عندي النسبة المئوية لتغير اللود ريجوليشن راح تطلع عندي 0.08% لكل ملي امبير. كيف تنقري؟ تنقري 8% او 84 بالالف بالمية، يعني هاي مو 8% واسكت، هاي 8% بالمية. اوكي، 8% بالمية لكل ملي امبير. هذا هو ايضا النسبة اذا صار عندي تغير ب يعني باللود كارنت. اللي هنا اخذنا تعريف الفولتج ريجوليشن، عرفنا شنو معنى ريجوليتر، عرفنا شنو معنى فولتج ريجوليتر، عرفنا شنو معنى لاين ريجوليشن، وعرفنا شنو معنى لود ريجوليشن وطريقة حسابهم. الآن خلنا نبلش بالسيركتس، نبدأ هسه بالدوائر الإلكترونية للريجوليترز. أشهر دوائر طبعا هو أكو تقسيميا للريجوليترز، أكو بعضها يسمونها اللينير ريجوليترز وأكو يسمونها السويتشنج ريجوليترز. احنا اللي يهمنا اللينير ريجوليترز. اللينير ريجوليترز راح ناخذ بيها نوعين اللي هو السيريز والشانت، المتوالي والمتوازي، وراح نشوفهم بعدين. خلينا نبدا هسه بالسيريز، اذا لينير وليس سويتشنج، ثانيا سيريز ريجوليتر. A simple representation of a series type line regulator linear عفوا regulator مع البيسك كومبوننتس مالته موجوده بهذا الشكل. اذا الشكل العام للسيريز ريجوليتر في ان، فالسيركت هنا موجوده بداخله، يدخل عليها في ان، يطلع منها في اوت، واكو طرف مشترك، طرف ثالث يعني كوم او جراوند. ما هو التركيب الداخلي؟ ما هو البيسك كومبوننتس للتركيب الداخلي للسيريز؟ يتكون من اربع مراحل، اربع مقاطع. اولا احتاج الى كنترول ايليمنت اللي هو راح نستبدله بعدين بترانسستر، ترانسستر هنا راح يكون هو الكنترول ايليمنت مالتنا. نحتاج الى رفرنس فولتج راح نجيبها بعدين من زينر دايود، ونحتاج الى ايرور ديتكتر ايليمنت اللي هو راح نستخدمه الاوب ام، ونحتاج الى سامبل سيركت اللي راح نستخدمها مقاومتين يشتغلون كفولتج ديفايدر او يشتغلون كفيدباك للاوب ام، وهي طريقه ربطهم. اذا اربع كومبوننتس هي راح تشكل لي السيريز ريجوليتر. اذا الكنترول ايليمنت راح نسميه الباس ترانزستور او الكنترول ترانزستور، وهسه راح اقول يمتى نقول عليه باس ترانزستور. هو بشكل عام هو باس ترانزستور، ولكن هو وظيفته يشتغل كنترول ترانزستور. اوكي، اذا باس ترانزستور هذا راح يربط ان سيريز ويا اللود. هذا هو الكنترول، هذا هو اللود. هنا اللود عاده وين يصير؟ في هذا المكان. هاي هسه هنا اجي اربط انا مقاومه اللود. اوكي، فكانه هذا الكنترول ايليمنت اللي هو الباس ترانزستور جاي على التوالي ويا من؟ على التوالي مع الحمل. اوكي، ولذلك احنا نقول عليه هذا النوع من الريجوليترز نقول عليه سيريز. ان سيريز وذ ذا لود بتوين ذا انبوت اند اوتبوت، بينه يربط بين الانبوت والاوتبوت. تمام، هذا واحد. اثنين، ذا اوتبوت سامبل سيركت اللي هي هاي السامبل سيركت سينسز، وظيفتها تتحسس التغير بالاوتبوت فولتج. وظيفتها تاخذ، لان يعني هي مشكله دائره فيدباك، جاي تاخذ اخراج من؟ جاي تاخذ اخراج الدائره. اذا جاي تتحسس منه؟ جاي تتحسس الفي اوت. هذا هو الفي اوت، هذا هو الفي اوت هنا. اذا هي جاي تاخذ في اوت وترجعها فيدباك. اذا وظيفتها تتحسس التغير بفولتيه الاخراج. الايرور ديتكتر سيركت وظيفتها كومبيرز ذا سامبل فولتج، يعني الفولتيه تجي
من هذه السامبل سيركت وتقارنها ويا من؟ تقارنها ويا الرفرنس فولتج. فبالتالي نتيجة لهذه المقارنة، نتيجة لهذه الكومباريزن، شو راح تسوي؟ راح تخلي الكنترول إليمنت، راح تعطي فد فولتية هنا راح نشوفها بعدين بالتفصيل أكثر، إلى الكنترول إليمنت يعني إلى الترانزستور، بحيث تعوض فارق اللي صار يعني بتغير فولتية الإخراج. فولتية الإخراج هي أما زادت، مو فولتية الإخراج هي أما زادت أو قلت، واحدة من الحالتين. فهاي الإيرور ديتكتر سيركت اللي سوت عملية مقارنة راح تخلي كنترول أما يعني يعوض بشكل عام الزيادة بحيث ينزلها، أو يعوض النقصان بحيث يصعدها، فيسبب هذا هاي الفولتية مع الكنترول إليمنت أما بزيادة الفولتية إن كانت ناقصة، أو نقصان الفولتية إن كانت زايدة. راح نشوف هذا الشيء بعدين بالتفصيل بتفصيل أكثر. هاي هي الدائرة، هاي الدائرة المقابلة بالضبط لهذا البلوك دايجرام. هذه السنسنج سيركت أو سامبل سيركت مقامتين R2 R3، والإيرور ديتكتر إليمنت هو عبارة عن أوب آم، والفي رفرنس سيركت هي عبارة عن زينر دايود، تعطيني هنا فولتية في رفرنس. هذه الفولتية طبعا الفي رفرنس هي بالضبط تساوي الفي زينر، يعني فولتية الزينر ايش قد انت جايب الزينر هذا، هي تعطيك هنا فولتية الزينر. وهذا هو الباس ترانزستور اللي هو كنترول ترانزستور، اقول عليه باس ترانزستور، اقول عليه كنترول ترانزستور، اثنينهن صحيحات. هذا هو السيريز ريجوليتر، يعني السيركت الأساسية إله. خلينا نشوف هاي السيركت شلون جاي تشتغل، شغل مالها هنا جدا مهم، ضروري يفهم عمل هذه السيركت. يقول the resistive voltage divider اللي هو الR2 مع الR3 وظيفته يتحسس any change، أي تغير بفولتية الإخراج. طبعا هنا هذا راح يتسبب بأنه الـ closed loop gain، على اعتبار أنا عندي نون انفيرتنج امبليفاير، هذني مربوطات بالفيدباك بالنيجاتيف والإدخال جاي على البوزيتيف، إذا هو نون انفيرتنج امبليفاير، بما أنه نون انفيرتنج امبليفاير فالكلوز لوب جين مالته أكيد راح يكون 1 زائد R2 على R3، إذا راح يخلل لي الجين لهذا الامبليفاير هو 1 زائد R2 على R3. ملخص عمل الدائرة ممكن أن يبين بالمخطط التالي، راح ناخذ حالتين، الحالة A هاي الحالة A، وعندنا الحالة B ونشوف شون الفرق بيناتهم. بالحالة A جاي يفترض ان الـ VN او الـ R load decrease، الـ VN decrease او الـ R load decrease نزول، اذا فولتية N جاي تنزل او الـ R load جاي تنزل، يفترض بشكل عام الـ VOUT تنزل، على اعتبار VN تنزل VOUT تنزل يفترض، لكن احنا ما نريدها تنزل، هاي تبقى ثابتة المفروض، لانه هاي هي وظيفة الريجوليتر. فبشكل عام يقول حيث ان فولتية الـ VN تحاول تنزل او نزلت لسبب لاخر، فالـ VOUT راح تحاول تنزل. هذا الشيء اللي يعني يفهم للوهلة الاولى، ان الـ VOUT تحاول تنزل وياها تبعا لمن؟ تبعا للـ VN، على اعتبار هذا باس ترانزستور. ليش يسمونه باس ترانزستور؟ لانه ترانزستور امرار، يقوم بامرار الفولتية الموجودة هنا يمررها يخليها بالاوت، لان هو سيريز مربوط على التوالي، مجرد ان يوصل هذا الترانزستور فالفي ان تنتقل تصير بالفي اوت، هاي الحاله طبيعيه. فاذا الفي ان قلت الفي اوت راح تقل يعني تبعا لها، هذا هو الشيء العام. لكن هل هذا الشيء راح يصير؟ راح نشوف انه ما يصير. ليش؟ خلينا نشوف ذا فيدباك فولتج، هذه الفولتيه، هذه الفولتيه، هذا الفيدباك فولتج، هذا بما انه الفولتيه في اوت تحاول تقل، فهذا ايش راح يسوي؟ هاي الفولتية، هاي الفولتية اللي هنا اللي هي فولتية الفيدباك أيضا تحاول تقل، كأنه اتجهت باتجاه النزول، بما أنه هاي اتجهت باتجاه النزول فولتية الفي أوت اللي هي نفسها هنا، إذا هاي معناها اتجهت باتجاه النزول. لما هاي اتجهت باتجاه النزول معناها فولتية في بي إيش راح يصير بيها؟ هاي نزلت، في رفرنس ثابتة لأن هي فولتية الزنر، إذا عندي هنا فولتية عالية وهنا فولتية نزلت، خلينا نقول هاي الفولتية هم راح ارسمها للاسفل، يعني هنا الفولتية نزلت وهاي الفولتية ايش بيها؟ هاي الفولتية راح ارسمها ثابتة، خط مستقيم، فولتية ثابتة فولتية نزلت، في بي تطلع اكبر لو اصغر من القيمة السابقة؟ اكيد في بي راح تزيد، لانه هاي ثابتة وهاي نزلت. لو كانت هاي الفولتية تعلى، جاي الفولتية ايش صار بها؟ صار بها نزول، لكن هاي الفولتية نزلت والادخال الثابت هو على الجزء الموجب، اذا هنا الفولتية في بي راح تبدي تكبر، اذا في بي اتمت to increase. لما هاي الفولتية بدأت تزيد، إذا النتيجة لمحاولة نزول الفي أوت
فولتية في بي أيضا راح تنقص نتيجة نقصان فولتية في بي، وهذه فولتية ثابتة، الفولتية في اف بي طبعا، هاي الفولتية في بي زين راح تزيد. هاي الفولتية في بي هي داخلة المن إلى البيس مات هذا الترانسستر اللي هو كنترول. هسه بعد ما أسمي باس ترانسستر أسمي كنترول ترانسستر، هو راح يسوي عملية الكنترول، هو راح يعوض النزول اللي صار بالفي اوت، في اوت محاولة تنزل، هذا يحاول يصعدها، الترانسستر يحاول يصعدها يرجعها الى وضعها الطبيعي، هاي محاولته. شلون الفي بي مالته زادت؟ لما الفي بي مالته زادت راح يسوي عملية كومبنسيشن، تعويض فور ذا اتمبت ديكريز ان في اوت. شلون؟ عن طريق زيادة الاميتر فولتج، هاي الفولتية الموجودة هنا على البيس زائد الفي بي اي الموجودة هنا، لان انا عندي الفولتية في بي اي هي في بي ماينس في اي. هسه افترض الفي بي اي تساوي زيرو لان هي فولتية قليلة عادة، يعني 0.1 فولت 0.3 فولت زين او 0.7 فولت في اقصى الحالات، افترضها زيرو، فالفولتية في بي هي نفسها الفولتية في اي. اذا فولتية الاميتر مالت الترانزستور هي نفسها الفي بي. زين انا شنو علاقتي بفولتية الاميتر مالت الترانزستور؟ لان فولتية الاميتر مال الترانزستور هي نفسها الفي اوت، هي نفسها الفي اوت، فاذا زيدت الفي بي معناها زادت الفي اميتر معناها زادت الفي اوت. اذا وظيفة هذا الترانزستور وظيفته كومبنسيت يسوي للنقصان اللي صار بالفي اوت. ايش قد صار نقصان بمقدار نص فولت؟ هو ينطي زيادة بمقدار نص فولت. صار نقصان بنسبة 1 فولت، هو ينطي زيادة ب 1 فولت وهكذا، فبالتالي يعوض الفرق والنزول اللي صار بالفي اوت. اذا اي تغير بالفي ان باتجاه النزول اوكي للفي اوت راح تنزل هاي الفولتية الموجودة هنا اللي سميناها في اف بي. لما هاي راح تنزل وهاي ثابتة الفي ريفرنس معناها الفي بي راح تزيد، الفي ايميتر راح تزيد لان الفي ايميتر تساوي في بي زائد في بي اي. اذا همنا هاي هسه ما نريد ندوخ نفسنا بها الفي بي اي، فالفي ايميتر تساوي في بي، وحيث ان الفي بي زادت في ايميتر زادت، وحيث ان الفي ايميتر تساوي في اوت اذا في اوت زادت. ثم العمليه تبقى ثابته، يعني بعدين الفي ان والار لود او الار لود ستابلايزز، ستابلايزز يعني تستقر على هذه القيمه، حتى وان استقرت على القيمه الناصيه، هي مو نزلت واستقرت على القيمه الناصيه، لا الفي اوت راح يبدي يستقر على قيمته السابقه، القيمه الاوريجينال، القيمه الاصليه، ما راح ينزل وياهم وانما راح يبقى محافظ على قيمته الاصليه. اخذ نفس الدائره هذه ولكن بالعكس، افترض ان الفي ان او الار لود انكريزز، من الساعه ديكريزز هسه اخذهم انكريزز، نفس المعنى بالبدايه هاي الفي اوت ايضا تحاول تسوي انكريزز وياهم، هسه هاي زادت او الار لود زادت معناها الفي اوت تحاول ايضا ان تزيد وياهم، نتيجه لهذه الزياده السنسنج سيركت هذه الفولتيه راح تزيد، الفي اف بي راح تزيد، لما هذه الفولتيه هنا راح تزيد والفولتيه الفي ريفرنس ثابته معناها الفي بي اي او الفي بي عفوا ايش راح يصير بها؟ اكيد الفي بي راح تقل، لما هذه راح تقل وهي نفسها فولتيه الاميتر، اذا فولتيه الاميتر راح تقل، فراح ترجع الفي اوت ترجعه مره ثانيه، هو مو يحاول يزيد، ترجعه مره ثانيه الى قيمته السابقه، حتى وان كان الفي ان او الار استقروا على قيمتهم العاليه الجديده هذا يبقى على قيمته الاصليه السابقه بعد ما راح يعني يصعد حاله حالهم بسبب الكنترول ترانزستور. انا دائما استخدم هذا التشبيه لهذا الترانزستور، هذا الترانزستور اشبهه بشخص، افترض عندك شخصين بيرسون 1 وبيرسون 2، الشخص رقم واحد لازم بيده ترمز مال ماي، بس انا بهذا التشبيه المثال البسيط نوضح به عمله، ترمز مال ماي، ترمز مال ماي مفتوح من الاعلى، ممكن واحد يترسى من الاعلى وبه حنفيه من الاسفل. اذا اجينا اخذنا هذه الحاله، هاي الحاله راح يجي واحد يفتح الحنفيه من الاسفل فراح تذب ماي، فراح يبدي الماي ينقص. شو يسوي الترانزستور؟ الترانزستور يجيب صونده ويترس الترمز من الاعلى. ليش؟ حتى يسوي كومبنسيشن، تعويض لكميه الماي اللي فقدت نتيجه فتح الحنفيه ما تترمز من الاسفل. فحنفيه من الاعلى او صونده من اعلى الترمز تعطي ماء بالضبط بنفس الكميه اللي جاي تخرج من الترمز من الحنفيه من الاسفل، فيحافظ على انه الماء ارتفاعه ثابت داخل الترمز. نفس الكلام فكر بالاتجاه الثاني، فكر انه اجى واحد شخص رقم اثنين، شخص رقم اثنين حط صونده بالترمز من الاعلى يريد يترسى اكثر من الحد المقرر له، خلينا نفترض ان الترمز متروس الى ثلاثه ارباعه، فهذا يحط صونده يريد يزيد،
يقوم الشخص رقم واحد اللي هو الترانزستور هذا Q1، شخص رقم واحد يفتح الحنفية. إذا يجي شخص رقم اثنين يحط الصواندة من الأعلى بالترمز حتى يزيد كمية الماء على الحد المقرر، الكنترول ترانزستور اللي هو شخص رقم واحد يفتح الحنفية مالت الترمز من الأسفل فيقلل الماء حتى هذاك يذب من الأعلى، وهذا يفتح من الأسفل يبقى محافظ على ليفل ثابت إلى الماء. إذا وظيفة الـ Q1 الكنترول ترانزستور، وظيفة الشخص رقم واحد اللي إن زيدت ماء من الأعلى هو يفتح حنفية الترمز من الأسفل حتى دائما يحافظ على مستوى ثابت للماء، أو إن إجا واحد شخص رقم اثنين فتح الحنفية من الأسفل حتى يقلل أو ينزل الماء بالترمز هو يفتح الصوندة من الأعلى ويفرز الترمز من الأعلى حتى أيضا يسوي كومبنسيشن للماء المفقود من الأسفل. فبالتالي بالحالتين هو يحافظ على ارتفاع ثابت لمستوى الماء في هذا الخزان أو في هذا يعني ترمز الماء. اللي يريد يفهم الكنترول ترانزستور شلون يشتغل، هاي هي طريقة العمل مالته. إذا هذا هو عملية الريجوليشن وشلون هذا الفولتج ريجوليتر، هذا هو مبدأ العمل الأساسي للبيسك لينير سيريز فولتج ريجوليتر الموجود هنا. هاي إذا واحد يريد يحسب الأوتبوت بشكل تقريبي، مو 100% ولكن بشكل تقريبي، الفي أوت اللي راح يثبت عليها الترانزستور هي عبارة عن الفي رفرنس الموجودة هنا مضروبة في كسب هذا النون انفيرتينج امبليفاير. ايش قد كسب هذا النون انفيرتينج امبليفاير؟ هو 1 زائد R2 على R3. إذا 1 زائد R2 على R3 في V reference هو الفولتية V out. ليش؟ ليش واحد يقول ليش منين جبنا هاي المعادلة؟ لأنه تعرفون فولتية الإدخال في كسب الامبليفاير تعطيني فولتية الإخراج اللي هي الـ VB. VB شو تساوي؟ VN اللي هي الـ V reference. في 1 زائد R2 على R3 تطلع VB، وحيث أن الـ VB هي الـ VE، وحيث أن الـ VE هي الـ V out، إذا V out هو الـ VB، إذا V out هو V reference في 1 زائد R2 على R3، فتطلع عندنا هذه المعادلة التقريبية. إذا شنو يتضح من خلال هذه المعادلة؟ يتضح أن تنظيم الفولتية V out يعتمد بشكل أساسي على المقامات R2 R3 والـ V reference، يعني بعبارة أخرى هو independent، طبعا ايضا ضمن حدود معينه اندبندنت عن يعني غير معتمد على الانبوت فولتج بشكل عام. طبعا ارجع واقول ضمن سبيسيفايد ليميتس. خلينا نشوف هذا المثال. اوجد الاوتبوت فولتج، ديتيرمين ذا اوتبوت فولتج فور ذا فولوينج ريجوليتر سيركت. في اوت هنا شوف منطيني 15 فولت، منطيني 15 فولت دي سي، هذه الفي ام. طبعا الفي اوت انا حتى احسبها بشكل تقريبي هي V reference في 1 زائد R2 على R3، هاي عندي وهاي عندي، والV reference هو 5.1. واحد يقول إذا ما أريدها بشكل تقريبي أريدها بشكل دقيق، بشكل دقيق اجمع وياها الـ VBE. هذا الترانزستور إذا كان جرمانيوم ترانزستور ف 0.1 تقريبا إلى 0.3، وإذا كان سيليكون ترانزستور فهو في حدود 0.7، اجمع وياها 0.7 يطلع عندك الفولتية تقريبا بالضبط فولتية الإخراج تطلع 10.2. زين هاي الـ 10.2 هي يعني اقل من ال 15 فولت، اذا معناها جاي يسوي تنظيم حتى وان دخلت له 15 هو جاي يعطيك 10.2. اتمنى هاي الدائره تجربوها، يعني ممكن واحد يبني هذه الدائره بالمالتي سيم ويجربها، راح تشوفون انه غير بفولتية الادخال، سوي لك جدول صغير غير بفولتية الادخال وشوف فولتية الاخراج هل دائما ثابته على 10.2، غير سويها 16 17 18، سويها 14 13 12، شوف لحد من تنزل بهذه الفولتيه بحيث تبقى هذه الفولتيه ثابته، ولحد من تصعد بهذه الفولتيه بحيث تبقى هذه الفولتيه ثابته. هذا هو الريجوليشن رينج. مثلا لغايه 10 فولت هي ثابته، 9 فولت يجوز تبدي تتغير مثلا. زين ممكن هنا لل 19 او لل 20 فولت تبقى ثابته، ما فوق ال 20 فولت تبقى متغيره. خلينا نشوف رينج التغير. فاتمنى يعني كتمرين أن واحد هاي يبنيها بالمالتي سيم ويظل يغير بهذه الفولتية، بالبداية يخليها 16 17 18 ويشوف، وانه بينزلها عن ال 15 يعني 14 13 12 ويشوف يعني يمتى تبدي تتغير ال V out. دائرة بسيطة يمكن ابنيها ووضح لها مفاهيم عمل هذا الفولتج ريجوليتر. عندنا شغلة أخرى، تحوير لهذه الدائرة، هذه دائرة الفولتج ريجوليتر بها تحوير بسيط. ما هو التحوير؟ يسمونه الشورت سيركت بروتكشن او الاوفرلود بروتكشن. هنا اذا زاد التيار، اذا مثلا تيار الحمل، هذا الحمل المربوط في هذا المكان،
هذا إذا زاد تيار ماله إلى حد أكثر من اللازم ممكن يحرق هذه الدائرة، ممكن يتلفها. إذن إذا صار عندي excessive load current وصل إلى الحمل، ممكن هذا الترانزستور ممكن أنه يتلف، ممكن أن يحترق. ليش؟ لأن هذه الدائرة ما بها حماية ضد التيارات العالية، يقولون عليها overload protection أو يقولون عليها short circuit. ماذا لو صار عندي هنا short لسبب أو لآخر؟ هنا صار short، أيضا سوينا short على الدائرة لسبب. أما مقاومة حمل قليلة زغرت، فإذا زغرت راح تسحب تيار عالي، يعني هنا التيار راح يجي من الترانزستور راح يكون تيار عالي جدا. أو سوينا short، إذا سوينا short فمعناها أقصى تيار عالي جدا راح ينسحب من الترانزستور، قد يكون أكثر من قابليته فيحرق الترانزستور. فنسوي لازم short circuit protection أو ما يسمى بالoverload protection. شلون راح نسوي هذا الoverload؟ هو إضافة هذه المقاومة مع هذا الترانزستور. إذا بالإضافة للترانزستور مالتنا الرئيسي الكنترول ترانزستور Q1، راح نضيف ترانزستور Q2 مع المقاومة R4 بهذا الربط. هاي الدائرة الإضافية يسمونها current limiter، هاي الدائرة وظيفتها تحدد لك التيار إذا زاد عن حده، يعني إذا الحمل سحب تيار أعلى من اللازم هذه راح تحدد التيار، ما تخليه يوصل إلى تيار ماكسيمم. افترض أن الماكسيمم زال التيار مثلا 10 أمبير أو 2 أمبير، هذه الدائرة بعد ما تخلي هذه الدائرة تسحب أكثر من 2 أمبير، لأنه إذا سحب 3 أمبير يجوز يحترق هذا الترانزستور وتحترق دائرة الريجوليتر. فحتى لا يخلي يزيد أكثر من الحد اللازم تستخدم هذه الدائرة، وظيفتها تحديد التيار current limiter circuit. زين، شلون جاي تشتغل هذه الدائرة؟ دائرة كلش بسيطة، هي ترانزستور ومقاومة. العمل مالتها طبعا التيار الاي لود، هذا التيار مات الحمل اذا زاد هنا، يعني اكيد هذا التيار هو مار عن طريق الار 4، لانه الار 4 تقريبا هي على التوالي، اجمالا هي على التوالي مع هذا الترانزستور، على التوالي مع الحمل، وهذا الترانزستور اصلا هو على التوالي مع الحمل. فالتيار اي لود اوكي اللي راح يعلى هو اكيد هذا التيار مار بمن؟ مار بالار 4. فنتيجة مروره بالR4 راح يولد فولتج دروب، هذا الاي لود في R4 راح يولد فولتية. هذه الفولتية هي صايرة على التوازي ويا من؟ ويا البيس إميتر، يعني راح تشكل VBE، VBE مالت هذا الترانزستور اوكي. اذا هذا اللود كارنت مع الR4 راح يطلع فولتية من البيس، من البيس الى الاميتر لهذا الترانزستور، ترانزستور Q2. فلما يوصل تيار الى قيمة عالية جدا معناها الفولتية الموجودة هنا راح توصل الى فولتية اللي تخلي الترانزستور يشتغل، اللي هي VBE، اللي هي VBE قلنا ذا سيليكون ترانزستور فهي بالماكسيموم 0.7 فولت، فراح تخلي الترانزستور يوصل. اذا اجت الفولتية هنا في حدود 0.7 فولت فهنا الترانزستور راح يكون في حالة يعني فورورد بايز، فالبيس إميتر يعني البيس إميتر جمشن أقصد بها فورورد بايز، فتخلي الترانزستور راح يوصل. زين، وإذا الترانزستور وصل إيش راح يسوي؟ راح يحاول يقلل التيار مالت من؟ يحاول يقلل التيار مالت البيس، الأمر اللي راح يقلل التيار مالت الكولكتر مالت الإميتر مالت Q1، تيار الإميتر مالت الQ1. إذا في هذه الحالة إذا صار هذا الموضوع، هذا زاد ضربة في R4 صارت عندي هنا فولتية، هذه الفولتية خلت هذه الجكشن فورورد بايز، هذه الجكشن إذا صارت فورورد بايز هذا الترانزستور كوندكت يعني صار أون. إذا هذا الترانزستور صار أون معناها تيار الأوتبوت كارنت، تيار الأوتبوت كارنت مات الأوب أم يعني من إخراج الأوب أم راح يحول على اليمن، راح يحول is diverted، يقولون عليه enough op amp output current is diverted، يحول المن من خلال Q1 المن الى عفوا من خلال Q2 الى Q1 الى Q1. ليش هذا التيار يحول؟ حتى اقلل تيار البيس المن، اريد اقلل تيار البيس للQ1. ليش اقلل تيار البيس للQ1؟ حتى اقلل تيار الاي لود. اذا قللت تيار البيس معناها قللت هذا التيار الموجود بالإميتر اللي هو نفس التيار الاي لود او قريب من عنده، هسه ما نقول نفسه 100% ولكن قريب من عنده. اذا هذا الترانزستور راح يعمد الى، اذا هذا التيار زاد عن حده راح يعمد الى تقليل تيار البيس، الامر اللي يقلل تيار الحمل تيار الاي لود ويخليه محافظ
على قيمة معينة، سمي هذه القيمة I load max. أوكي، سمي هذه القيمة I load max. زين، في حالة إنه هذا التيار ما زاد عن حده، يعني بقى ضمن الحدود الطبيعية، معناها الفولتية هنا أنا أقل من ال VBE. إذا كانت أقل من ال VBE فهذا الترانزستور off، وكأنه هذه الدائرة غير موجودة، لأن هذا الترانزستور off، هاي المقاومة هي بالضبط على التوالي مع الحمل، وهي قيمتها قليلة جدا، عادة يخلوها دائما يخلوها 1 أوم 2 أوم، يعني مقاومة قليلة، فما راح تأثر كثيرا على مقاومة الحمل، فكأنه ماكو شيء، يعني لا المقاومة كأنه موجودة ولا الترانزستور موجود. بس يعمل يمتى؟ من هذا التيار يزيد، تيار كبر ولو المقاومة قليلة بس التيار عالي، راح يصير عندي هنا فولتية في حدود الـ VBE، ترانزستور راح يوصل مباشرة هنا، راح يحاول يقلل من تيار البيس، لأن التيار طالع من الأوب أم، زين، راح يقلل تيار البيس، إذا قل تيار البيس يقل تيار الإميتر، إذا قل تيار الإميتر قل تيار الآيلود، فرجع حدده ضمن قيمة محددة. إذا افترضنا أنه تيار الـ VBE، إذا هذا الترانزستور هو سيليكون ترانزستور Q2، فالـ VBE مالته في حدود الـ 0.7 فولت، فالآي لود ماكس بعد ما تتجاوز الـ 0.7 على R4. زين، إذا كان جرمانيوم فـ 0.3 تقريبا، يعني 0.3 على R4. أوكي، خلينا نشوف هذا المثال. Determine the maximum current، يعني اعطيني التحديد مال التيار، ايش قد أقصى تيار يوصل للحمل، هو 0.7 على R4. R4 شوف مثل ما ذكرنا من ساعة، ياخذ قيمة قليلة، عادة نزل ماخذينها 1 أوم، ما ياخذونها قيم عالية، لأن هي مو وظيفتها، يعني ما عندها وظيفة بأكثر من تسوي ليميتنج تسوي يعني توفر بايز للترانزستور حتى يسوي ليميتنج للتيار، لا أكثر ولا أقل. ف 0.7 على 1 أوم ثبته على 0.7 أمبير. شنو نفهم من هذا الرقم؟ نفهم من هذا الرقم أن هذا اللود بعد ما راح يقدر يسحب تيار أعلى من 0.7 أمبير، ما يقدر يوصل حتى 0.8 امبير، ما يقدر يوصل، اقصى تيار ممكن يسحبه ممكن يسحب من 0 الى 0.7 امبير، بعد ما يقدر يسحب اكثر منه. فبالتالي حافظت على التيار ضمن الليمتس المحدده اللي يتحملها هذا الترانزستور. زين، هذا ما يتعلق بال الشنت السيريز ريجوليتر. اما الشنت ريجوليتر فنخليه الى البارت الثاني من الفصل السادس. تحياتي.